أكد أطباء وممرضون جزائريون أنهم دفعوا ثمناً باهظاً أثناء استجابتهم لجائحة كوفيد-19، محذرين من وقوع سيناريو أسوأ في البلاد، فيما حضوا على الالتزام بتطبيق قواعد النظافة الشخصية. رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى أبو فاريك قرب العاصمة محمد يوسفي قال: نحن نعمل بلا توقف، نحن منهكون تماماً. بعض الأطباء لقوا حتفهم فليرقدوا في سلام، كما أصيب العديد من أعضاء فريقي بالعدوى. كانت بوفاريك أول بلدة في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا تسجل إصابات بالفيروس بكوفيد-19 في شباط فبراير، وذلك بعد عودة مواطنين جزائريين من فرنسا وحضورهم حفل زفاف ليصيبوا عائلة بأكملها. وأضاف أيضا يوسفي معلقا على الموضوع: بدأ الوباء هنا وهو يخرج عن السيطرة، المستشفى ممتلئ. وذكر أن بعض الموظفين متعبون لدرجة أنهم تعرضوا للإغماء أو حتى تعرضوا لحوادث سير. ويواجه الأطباء والممرضات مخاطر الإصابة في شكل خاص منذ تفشي الوباء في شباط فبراير. وأفادت وسائل إعلام محلية أن 31 عاملاً طبياً لقوا حتفهم، بما في ذلك 4 منذ بداية الأسبوع الجاري. وقال عضو اللجنة العلمية الوطنية في الجزائر إن حوالي 1700 طبيب وممرض وعامل طبي آخر أصيبوا أيضاً بفيروس كورونا. واستخدم بعض الأطباء وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الغضب واليأس، من بينهم طبيب من مدينة وهران ثاني كبرى مدن البلاد. وتذمر آخرون لعدم وجود أجهزة تنفس اصطناعي ومعدات حماية شخصية، مطالبين بمزيد من المساعدات من قبل الدولة. وبعد أن بلغت العدوى ذروتها لأول مرة في نيسان أبريل، انخفضت في شكل ملحوظ خلال شهر رمضان الماضي، ولكن بعد أن انتهى شهر الصيام في أواخر أيار مايو بدأت السلطات في تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة، ليرتفع عدد الحالات مرة أخرى في المشافي في جميع أنحاء البلاد. قال يوسفي إن مستشفى مثلا ممتلئ تماما، وأن عشرات الأشخاص وأحيانا حتى عائلات بأكملها تصل يوميا بأعراض كوفيد-19. أوضحت الاختبارات إصابة نصف الحالات المشتبه بها بالفيروس القاتل. وعن الوضع في الجزائر يقول يوسفي: نحن نتجه نحو الكارثة، الحالات تتزايد. في السياق قال معهد باستور الجزائري الذي يجري الاختبارات أنه يتعرض لضغط شديد، إذ يعمل بأكثر من 4 أضعاف عبء عمله الاعتيادي، يجري أكثر من 2000 اختبار يوميا. لكن رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى أبو فاريك محمد يوسفي قال إن العديد من الجزائريين لا يقبلون حقيقة الوضع، فيما يواصل البعض إنكار وجود الفيروس أساسا. وأفاد: طالما هناك مواطنون في حالة إنكار وأنانية وغير مدركين لحقيقة أنهم يصيبون الناس من حولهم وما يعانيه الأطباء بسببهم، فإن الوضع يمكن أن يزداد سوءا. وسجلت الجزائر وهي الدولة الأكثر تضررا في شمالي أفريقيا رسميا حوالي 18,000 حالة إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك حوالي 1000 حالة وفاة. وبعد شهر من تخفيف الإغلاق الأولي، حثت الحكومة في أواخر حزيران يونيو المسؤولين المحليين على التصرف بشكل أكثر صرامة ضد مخالفي قواعد النظافة الشخصية. وتفرض السلطات الجزائرية وضع الكمامات في الأماكن العامة، فيما لا تزال التجمعات العامة هناك ممنوعة. ودعا يوسف الحكومة إلى عمليات إغلاق موجهة في المناطق التي تفشى بها الفيروس والمزيد من الدعم للطواقم الطبية، وحذر بالقول: في اليوم الذي لن يستطيع فيه أطباء الخطوط الأمامية القيام بعملهم بسبب الإرهاق، لن يتبقى أحد لرعاية المرضى. في السياق ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الخميس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد في عدد من الولايات، إذ تقرر تجديد إجراءات الوقاية. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد منعت حركة المرور من وإلى الولايات 19 وبينها لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الجمعة، ويشمل المنع السيارات الخاصة أيضا، كما سيتم منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من اليوم، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات
19 المتضررة بالوباء، مع تعقيم مكثف للشوارع والأسواق عدة مرات في اليوم. وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت الأربعاء عن تسجيل 469 إصابة بكوفيد-19 ووفاة 10 أشخاص خلال 24 ساعة فقط.